ودي فوج استراد 5000 سي سي توين تيربو بتطلع 530 حصان. دي رانج روفر سبورت الشكل الجديد 2023 3000 سي سي هايبريد بتطلع بيه 440. دي رانج روفر فيلار الشيب الجديد 2024. طبعا ده منظر المعرض. كل العربيات الصغيره اللي حضراتكم شايفينها دي كل ده بيتباع بالرسمي. تعالوا كده نبص بصه سريعه. بص المنظر عامل ازاي. كل العربيات اللي انتوا شايفينها ديت بتتباع بالرسمي. عندي بقى ميزه مش موجوده عند حد، في عندي دوج رام الوان اسود وازرق وابيض، واللاند كروزر هتلاقيها برضو عندي، عندي 2023 وعندي 2024. بص بقى المرسيدسات، عندك يا سيدي سي 180 اي ام جي، سي 180 ايفنجارد بلس، سي ال ام 10 2024، وبرده سي ال ام 10 2024، بورش، عندك بورش كيان اس 2023، بورش كيان بس بدون اس، بورش كيان الشكل الجديد 2024، سي 180 ايفنجارد، سي ال اي 250 هايبريد 2023، اي 200 كوبيه، سي ال اي 200 2024، وادي اللون الثاني من الدوج رام. وعندي اسود موجود في الفرع الثاني. جوتا فورتشنر المكنه ال 2700. دوج رام 2010. مازيراتي ليفانتي 2022 35000 37000 كيلو بالظبط. كي اكس اي نيسان سنترا ونيسان صاني وسوزوكي سياس جميع انواع العربيات السوزوكي. بي ام اكس 6 2011. ميتسوبيشي باجيرو عندي اللون السيلفر ده 2015 وعندي 2016. لاند كروزر 2018. اودي كيو 8، اودي كيو 7 انا اسف، اودي كيو 7 2023. اعذرونا بقى يا جماعه معلش، يعني الدنيا كتير كتير ان هو زي ما انت شايفه. رانج روفر فوج 2021 40000 كيلو، رانج روفر فيلار بضمان ام تي اي 87000 كيلو، اس 500، سوزوكي بجميع انواعها السيلاريو والسويفت والبالينو والجيميني كله والفورينكس، مرسيدس بي 180، هيونداي توسان، اكسنت ار بي، بيجو 5008 مستعمله، ميتسوبيشي اكسباندر زيرو مستعمله، زيرو انا اسف زيرو، ميتسوبيشي اكليبس، تويوتا رش. يعني بص هتيجي عندي هتنفذ باذن الله، مش هتلاقي حاجه مش موجوده، ولو حاجه مش واقفه عندي اقدر اجيبها لك، ولو عايز استورد لك استورد لك. شيري تيجو 3 وشيري تيجو 7 وشيري تيجو 8 برو ام جي، العربيه دي استيرادنا، دي بتنزل بسقف بانوراما، ار اكس الشكل الجديد، هافال، جيتور، عندي الداشنج وعندي الاكس 90، بيجو بجميع انواعها 5008 و3008 و2008 و408، كوبرا، سكودا، ستروين، بورش، اودي كيو 8 واودي كيو 7، لاند كروزر 2023 المكنة ال 4000، ولاند كروزر المكنة ال 4000 بس الشكل الجديد 2024، اودي كيو 8، جي ال سي 300، رانج روفر. تعالوا نبص بصة كده من بره. معلش هو الفيديو طويل شوية بس أنا عايز أفرجكم على كل العربيات اللي موجودة عندي، ولسه في عندي شغل اللي أنتوا شايفينه ده في تاني. مرسيدس جي ال سي 300 كوبيه، رانج روفر 2022 زيرو،
بي ام اكس 6 2024 ام 60 جي ال اي 450، عندي لون الفراني 23 شبه جديد، جي ال سي 200 اس يو في، جي ال سي 300 اس يو في لاند كروزر تاني 2024، بي امات بي ام 520، مرسيدس سي ال اي 180 2024، بي ام تاني 520 لون تاني، مرسيدس سي 200 ماشيه 3100 كيلو في المانيا لم ترخص بعد، بي ام 320 اي، مرسيدس جي ال ام 250 هايبريد استيراد، مرسيدس اي 200 اي ام جي 2021 عداد 35000 كيلو. عندي فولفو اكس سي 40 مش هتلاقيها موجودة عند حد كتير، بورش ماكان تي، اودي كيو 3 المكنة ال 1400، بورش ماكان تي لون تاني 2000 سي سي 250 حصان، بي ام اكس 1 ام سبورت، عندك هنا برضو رانج روفر ايفوك 2000 سي سي بي 200، اودي كيو 7، بي ام اكس 5 ام 40 المكنه 3000، وادي مرسيدس جي ال اي 450 2024، مرسيدس جي ال سي 200 كوبي اي ام جي، بورش ماكان. بص يا قائد، العربيات دي كلها متاح كاش ومتاح تقسيط، تمام؟ عايز بس تتواصل معايا كلمني، هتلاقي رقم موجود على الصفحة ممكن تتواصل معايا وابعته على الواتس، هتلاقيني برد عليك على طول. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لكم بقى يا شباب، هتيجوا نتفرج على المعرض، اتفرجوا على كل العربيات اللي عندي. Ha ha.